أخبار اليوم. عشان اليوم الدراسي قدر ابني بقى بدر سعيد دوت بتاريخ 2/3 اللي فات، فوجئت بالمنظر ان هو جاي لعليا متخيط هنا متعور في حاجبه هنا، تمام؟ داخل عليا من البيت، هو داخل عليا، انا لما صاحي من النوم لقيت داخل، بفتح باب الشقه لقيت داخل هنا متخيط هنا، فمستغرب، فقال له ده متعور في المدرسه. طبعا هنا رحت المدرسه خدته بعد وخدت الولد ورحت تاني، هنا الولد اتعور، تمام؟ لا اختاروا لي ان هو اتعور، خدوه انتقلوا بيه من المدرسه للمستشفى. جه استاذ ربنا يبارك له برضه خده وجاب بيه خيط تجميل من بره وراح بيه على المستشفى. طب وبرضه اتنقلوا المستشفى جم بيه على المدرسه تاني، ما حدش اختارني بشيء، يعني هما اتنقلوا من المدرسه على المستشفى ومن المستشفى على المدرسه تاني، ما حدش اختارني بشيء. وجيت انا هم عايزين يحلوا الموضوع ود انا بناشد من يا فندم من خلال حضراتكم ان انا اناشد دكتور الهلال الشربيني وزير التربيه والتعليم ان هو ينقذ عيالنا، يغيثنا من اللي احنا فيه دوت. شبرا الخيمه متدمره، شبرا الخيمه مأزيه، احنا عندنا مجمعات هنا في مجمع اللي هو ابو بكر الصديق دوت، في مثلا لما في صرف سياحي في بلطجيه بيجي ينطوا على الطلبه، بياخدوا منهم الشنط، ياخدوا منهم الهدوء، ياخدوا منهم كل حاجه، في شوز جنسي في قلب المدرسه، في صرف سياحي بايظ، في كل حاجه، يجي يشوف يبص بنظره كده رأف ورحمه للطلبه عندنا في شبرا الخيمه، كلها اهمال، كلها متدمره، وكان في واقعه برده في 15 مايو الاعداديه بنين، ولد واقع من الدور الثاني في الاعداد بسبب مدرس برضك بيضربه بيجري وراء الولد واقع من الدور الثاني. الواقعه دي مظبوطه عندهم، ممكن يقدروا يتحققوا فيها. اولا في عيال بتقف على السور، اي حد بيلعب كوره بياخدها منه وبيقولوا له هات الاول فلوس واحنا نديلك، يا اما هات لنا كوره من العيال وانا اديك الكوره بتاعتك. بنقول لهم ماشي، يا اما بنلم يا اما بنروح نجيب لهم كو وبس. وفي عيل من الاسبوع اللي فات كان معاه مطوق، ما عاد يجري بقى ورا الاستاذ. مطوق طالب مش عارف، بس انا سمعتها من العيال هم قالوا كده الأسبوع اللي فات، وشفت زحمة برضو من الكا. مدرستك فيها فترتين ولا فترة واحدة؟ فترة واحدة الصبح سنة كده أولى إعدادي، مجمع أبو بكر الصديق. في ناس بتهرب من المدرسة؟ لا بتتقفل، بيحاولوا وبيحاولوا كل شوية يطلعوهم على السلم، والعلب بيبقى فيه كده بتاع حديد بيكسروه وبينطوا منه. والسور كمان خرموه، كان كل ما يخرموه بيعملوه، حتى العلامات بتاعت المحاره موجوده هناك وبيهربوا منه.